مهما مرت السنوات ستظل هذه الثورة وإنجازاتها محفورة في ذاكرة التاريخ. ثورة 23 من يوليو عام 1952. عاشت مصر في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات ظروفا اجتماعية واقتصادية مهدت الطريق أمام ثورة يوليو، تزامنت مع حرب فلسطين عام 1948، والتي كان لها دور كبير في حدوث حراك سياسي داخل صفوف الجيش المصري، تمثل في تشكيل تنظيم سري من بعض ضباط الجيش عرف باسم تنظيم الضباط الأحرار. لواء أركان حرب محمد نجيب، بكباشي أركان حرب جمال عبد الناصر، قائد جناح عبد اللطيف البغدادي، بكباشي أركان حرب حسين محمود الشافعي، صاغ أركان حرب خالد محي الدين، قائد جناح جمال سالم، صاغ أركان حرب كمال الدين حسين، صاغ أركان حرب صلاح سالم، قائد أسراب حسن إبراهيم، بكباشي أركان حرب زكريا محي الدين، بكباشي محمد أنور السادات، صاغ أركان حرب محمد عبد الحكيم عامر. بيان من القيادة العامة للقوات المسلحة. اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش، وتسبب المرتشون المغرضون في هزيمتنا في حرب فلسطين. وأما فترة ما بعد هذه الحرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد، وتآمر الخونة على الجيش، وتولى أمره إما جاهل أو خائن أو فاسد، حتى تصبح البلاد بلا جيش يحميها. وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا، وتولى أمرنا في داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم. ولا بد أن مصر كلها ستلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب. وبعد 3 أيام وفي 26 من يوليو قرر الضباط الأحرار عزل الملك فاروق وتنصيب ابنه ملكا تحت الوصاية. بني وطني، إتماما للعمل الذي قام به جيشكم الباسل في سبيل قضيتكم، قمت في الساعة 9 من صباح اليوم السبت 26 من يوليو سنة 1952 الموافق 4 من ذي القعدة سنة 1371 هجرية، بمقابلة حضرة صاحب المقام الرفيع علي ماهر باشا رئيس مجلس الوزراء، وسلمته عريضة موجهة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول، تحمل مطلبين على لسان الشعب. الأول أن يتنازل جلالته عن العرش لسمو ولي عهده قبل ظهر اليوم، والثاني ان يغادر جلالته البلاد قبل الساعة 6 من مساء اليوم، وقد تفضل جلالته فوافق على المطلبين. ثم اعلن الغاء الملكية واعلان الجمهورية ليصبح محمد نجيب اول رئيس لمصر، ثم تسلم مسؤولية البلاد الزعيم جمال عبد الناصر الذي بدأ في تنفيذ مبادئ وأهداف ثورة 23 من يوليو. أيها الإخوان،
حتى نتحرر جميعا، فقد خلقنا الله احرارا، واجب ان نعيش احرارا. انا ارضي الغالية بيت ملكي باخرها لي ولولادي، باخرها لي ولولادي. من يومها خلاص ما بقتش اشكي من غاصب واحد في بلادي، من غاصب واحد في بلادي، واللي نصفني ربنا يحمي، ربنا يحمي ويخلي ولاده ويخلي ويخلي. والله نيالي بأرض عين، والله نيالي بأرض عين. فقد وقعنا الآن من أحرف الأولى اتفاقا ينهي الاحتلال وينظم عملية جلاء القوات البريطانية عن أرض مصر الخالدة. إن الدستور الذي نعلنه اليوم هو نهاية معركة طويلة ضد السيطرة المعتدية الأجنبية وضد السيطرة المستغلة الداخلية. قرار من رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لحياة. كانت الصرخة القوية للميدان في اسكندرية، كانت الصرخة القوية للميدان في اسكندرية، صرخة أطلقها جمال، صرخة أطلقها جمال، وإحنا أممنا القناة. اقتصر اهتمام ناصر على الشأن الداخلي فقط، بل سعى إلى تأسيس القومية العربية ومحاربة الاستعمار في الدول العربية وأفريقيا وأسيا، وبالإضافة إلى دور مصر الكبير في تأسيس دول عدم الانحياز، مما أدى لدول الاستعمار إلى محاربة ثورة يوليو ومحاولة إفشالها بكل الطرق، بالإضافة إلى محاولات عدة لوصف ثورة يوليو بالانقلاب العسكري باءت جميعها بالفشل. فشلت جميع المحاولات في النيل من ثورة يوليو أو إفشالها أو محوها من ذاكرة التاريخ، فثورة يوليو تعيش في ضمير الشعب المصري بعد أن استردت له عزته وكرامته، لتظل رغم مرور السنوات ثورة خالدة. Yeah.